السيدات والسادة أهلا بكم. قرر وزير الصناعة والتجارة أمس واستنادا إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار مادة السولر بقيمة 35 فلسا للتر، أي بزيادة نسبتها 6.8%، وأبقت على دعم هذه المادة بنسبة 23%. وتم رفع سعر مادة البنزين أكتان 90 بنسبة 10%، وأبقت على دعم هذه المادة بنسبة 5%. وعليه يصبح الدعم المتوقع للمحروقات حسب الأسعار النافذة اعتبارا من الأول من أيلول 2012 ولمدة عام حوالي 525 مليون دينارا بحسب بيان الحكومة. بالمقابل أعلنت عدد من الحركات الحزبية والشعبية عن سلسلة الإجراءات التصعيدية رفضا لهذا القرار. من هنا نتساءل في حلقة الليلة عن دواعي هذا الرفع، ما هي آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطن الأردني من جهة، والآثار السياسية من جهة أخرى، هل حقا الرفع هو الخيار الأخير للحكومة أم أن الخيارات الأخرى ما زالت موجودة؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيفينا الخبيرين الاقتصاديين والسياسيين معالي الدكتور عاكف الزعبي والدكتور خالد الوزني. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أهلا بك. وأود التنويه هنا إلى أننا سننتقل في بث مباشر من دوار الداخلية لمتابعة تطورات المشهد هناك أولا بأول. دكتور عاكف، اسمح لي حقيقة أبدأ منك كمدخل للحلقة، كيف تنظر لقرار الحكومة برفع الأسعار ليلة أمس؟ بالتأكيد مثل ما بنظر أي مواطن، أنا تقديري لأنه هذا شأن اقتصادي بهم المواطنين وجيوبهم وبكل الفئات بالتأكيد، لكن كصاحب رأي اقتصادي أنا أعتقد أن هذه الزيادة لم تكن مبررة، وكان بالإمكان أن تتبع وسائل أخرى خصوصا في هذا الظرف اللي بمر فيه الوطن. أنا اعتقادي بأن الموضوع كان يجب أن يدرس أكثر وبعناية أكثر والبحث عن بدائل وتفاصيل أخرى. أما أن نلجأ كخيار وحيد إلى عملية الرفع بهذه الطريقة التي جاءت مفاجئة، توقيتها غير سليم، جاءت مفاجئة، وأنا أعتقد بأن لهذا الأمر ارتباط واضح بالبرنامج الذي أعلن عنه كبرنامج تصحيح. هناك ارتباط على اعتبار أن هنالك قرض سوف يأتي من البنك الدولي بقيمة 2 مليار. بقيمة 2 مليار كان على الحكومة، أي حكومة مطلق حكومة، كان عليها ابتداء أن تعلن هذا البرنامج. الشفافية كانت مطلوبة، وكان يمكن للشفافية أن تؤدي إلى خيارات أخرى أو تؤدي إلى ردود فعل ربما أقل حدة. نعم. طيب دكتور خالد رأيك اسمح لي. يا سيدي واضح أنا بتفق مع معالي الدكتور عاكف. اليوم هذا القرار برغم أنه جاء وفق تصور حكومي لعملية إصلاح اقتصادي إلا أنه معاب من عدة نواحي. الناحية الأولى طريقة إعلان القرار، إحنا وصلنا إلى فترة من الفترات كنا قد حررنا الأسعار وكنا نعلن للمواطن قبل أسبوع أو أسبوعين بأن هناك إعادة نظر بالأسعار خلال أسبوعين. اليوم هذا القرار جاء مفاجئا بشكل تام. الأمر الآخر نسب الزيادة وعدم الشفافية مع المواطن، لماذا هذه الزيادة وكيف تتم هذه الزيادة؟ أخي محمد اليوم الأسعار حتى آلية الأسعار مش مفهومة للمواطن، حتى عندما في فترة من فترات شرحت لمجلس النواب لم يستطع مجلس النواب أن يتفهم آلية تسعير هذه المشتقات. البند الآخر في الشفافية هي قصة الضرائب، علينا أن نعترف أن هناك ضرائب كبيرة أصبحت موجودة على هذه المواد، هناك ما حوالي 32% على بنزين 95، في 28% ضرائب على بنزين 90، ويقال وهذه مصيبة أنه إحنا مش قادرين نفهم، يقال أنه أيضا هناك ضرائب على السولر. إذن الآلية مش واضحة، الحديث عن أنه هذا عملية رفع دعم أنا أشك فيها الحقيقة، حتى عندما نتحدث عن بنزين 90 لما نقول أنه إحنا ما زال هناك دعم 5% فما في مقابلها 28% ضرائب، إذن هناك 23% دعم من المواطن أو ضريبة من المواطن بالصافي لهذه المادة. إذا كان هذا القرار مطلوب بحد ذاته من أجل كما تفضل الدكتور عاكف موضوع الإصلاح الاقتصادي، أنا أعلم أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا تفرض بأي شكل من الأشكال قرارات معينة على الحكومات، هي تفرض عليها في النهاية معايير أداء معينة بتخفيض عجز الموازنة، نعم، بالتثبيت الاقتصادي وخلافه، ولكن ليست أو ليس البنزين والمواد التي دخلت في استهلاك المواطن اليوم هي فقط
الآلية التي يمكن من خلالها علاج عجز الموازنة. هذا جزء لا يمكن أن ينظر إليه في معزل عن هنا عن آليات مختلفة يجب أن تقوم بها الحكومة من أجل تخفيض الإسراف في الإنفاق العام، اللي يمكن أحد وزراء المالية اعترف بأنه قال بين 15-20% هناك إسراف في الإنفاق العام، وال20% بالإنفاق العام يا سيدي بتزيد عن 1,200,000,000 دينار بحسابات النفقات العامة الموجودة اليوم. نعم، احنا وجهنا سؤال حقيقة عبر صفحتنا على الفيسبوك، هل ترى مبررا لدى الحكومة لرفع أسعار المحروقات 93% لا و7% نعم؟ دكتور عاكف، الحديث دائما عن عجز الموازنة، كل ما نقوم به من رفع أسعار هو فقط لتغطية العجز في الموازنة، هل هناك فائدة مرجوة من هذا الرفع على أسعار المحروقات لرفض الموازنة بالأموال مثلا؟ أنا حقيقة لولا سؤالك وإلا كنت بدي أبدأ بهذه النقطة. تفضل. أسباب رفع الأسعار بشكل عام، ما هي الأسباب؟ حقيقة هي مجموعة عجوزات الموازنة اللي أدت في النهاية إلى مديونية كبيرة. هذه حقيقة على القاصي والداني أن يعلمها، وأول جهة يجب أن تعلمها تماما هي الحكومة، أي حكومة. هذه العجوزات التي حدثت هي من قبل الإدارة الحكومية، المواطن غير مسؤول عنها، وبالتالي من حق المواطن أن يسأل عندما تعود الحكومة مرة ثانية لتمد يدها إلى جيبه، من حقه أن يسأل لماذا ومتى وكيف وما هي البدائل. الآن العجوزات هي السبب، العجوزات من 2005 وربما من 2004، يعني بعد سنة بالضبط من انتهاء برنامج التصحيح الاقتصادي في الأردن، سنة واحدة بالضبط بدأت الدولة والخزينة بالاستدانة، وبدأت بطرح سندات الخزينة. كانت كل سنة على ما أذكر في 2004 2005 2006 2007 كانت الاستدانة نصف مليار. السؤال، لم يكن أحد يسأل ما النتيجة، شو اللي راح يحصل إذا كل سنة راح نستدين إحنا نصف مليار؟ ما الذي يحصل إذا إدارة الموازنة إدارة موازنة الدولة كان في جهة هي الحكومة بالتأكيد يجب أن تسأل إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. الآن العجوزات نعم تزداد، طب النتائج؟ طيب أنا راح أجعلك دكتور عاكف اسمح لي، لكن ننتقل لدوار الداخلية، زميلنا عبد الله الكفوين. عبد الله مساء الخير. نعم محمد مساء النور، نحن الآن على دوار الداخلية في الاعتصام الذي دعت له جماعة الإخوان المسلمين ضد قرار رفع الأسعار. هناك تواجد أمني كثيف غير مسبوق على دوار الداخلية، هناك بدأت الجموع بالتواجد من جماعة الإخوان المسلمين، هناك مشاركة أيضا من جميع الحركات الشبابية في الأردن للإصلاح. معي هنا الدكتور زكي رشيد من جماعة الإخوان المسلمين لسؤاله عن بعض أمور هذا الاعتصام. دكتور زكي، ما أسباب هذا الاعتصام ولماذا تم اختيار دوار الداخلية بالذات؟ هو احتجاجا على قرار الحكومة برفع الأسعار، مما يذكر أن هذه الحكومة قد رفعت الأسعار هذه المرة الثانية في تاريخها بعد أن وعدت أنها لن تمس مداخيل أصحاب الدخول المتدنية، وهذا يشكل ليس فقط خلافا لوعدها أو نقضا لوعدها، إنما هذا القرار يشكل استفزازا واستهتارا كاملا بمكانة الشعب الأردني. الحكومة التي عجزت عن مواجهة أي ملف من ملفات الفساد كان الأولى بها بدلا من أن تخضع لمتطلبات وشروط إملاءات وصندوق النقد الدولي، كان الأولى بها أن تستمع جيدا إلى مطالب الشعب. الشعب الأردني لم يعد الآن بمقدوره أن يتحمل أكثر من ذلك، وهذه خطوة تدخلنا في نفق مظلم، قفزة في الهواء وهي مغامرة، وبالتالي فعليها أن تسمع. كان من أجل ذلك كله هذا الاعتصام للتعبير عن مدى الاحتقانات الموجودة نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة. عبد الله اسمح. دكتور زكي، هل سيكون هذا الاعتصام مفتوحا أم أنه لهذه الليلة فقط؟ هذا الاعتصام نعم 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 محمد، أجب عن سؤال لا بأس.
نفس سؤالك عبد الله مضافر. دكتور، هل سيكون هذا الاعتصام مفتوحا ام انه سيكون لليلة؟ لكن هذا الاعتصام سيكون بداية الفعاليات، فلن يكون مفتوحا ولكنه لن يكون الاخير. اليوم بمثل هذه اللحظة هنالك نشاطات واعتصامات في كل مدن المملكة الأردنية الهاشمية، واعتقد انه ما لم يستجب صاحب القرار ويصغي جيدا ويحس بمعاناة الشعب الأردني وهم ضحايا الفساد والاستبداد ورفع الأسعار، ما لم يكن ذلك فمعنى ذلك أن الشعب الأردني ماض في فعالياته من أجل إلغاء هذا القرار والتوقف عن رفع الأسعار، إضافة إلى ذلك الحكومات التي عجزت عن إحداث أي إصلاح حقيقي ليست مؤهلة لإسعاد الشعب الأردني. أستاذ عبد الله، دكتور، هل سيكون هذا الاعتصام بهذا العدد فقط أم أنه نعم محمد عبد الله، اسمح لي قبل العدد بدنا نستفسر التواجد الأمني الكثيف، هل هناك خشية من الاصطدام بين المعتصمين وقوات الأمن وفقا لوجه نظر الشيخ زكي؟ نعم دكتور، هل هناك خشية من هذا التواجد الأمني الكثيف، وهل هناك خشية أيضا من الاصطدام ما بين قوات الأمن والمعتصمين؟ بهذا المناسبة لابد أن أؤكد على أن كل فعاليات الشعب الأردني منذ أن بدأت الفعاليات وحتى هذه اللحظة وحتى وصولا إلى نهاية المسيرة الإصلاحية هي فعاليات سلمية حضارية، نعبر عن وجهة نظرنا ونقاوم بما نملك من إجراءات دستورية وقانونية. الأمر ليس متعلقا بنا، إرادتنا ورغبتنا أن تمضي الأمور بسلاسة وطريقة سلمية وحضارية، وهذا يعتمد على طرف المعادلة الثاني، هل هنالك رغبة لدى الحكومة أو الأجهزة الأمنية بتصعيد الموقف وتحويل الأمن من ناعم إلى خشن؟ هذه مغامرة نرجو أن لا نصل لها. عبد الله الكفوي، أشكرك كل الشكر. إليك محمد في الاستوديو، سنعود إليك عبد الله في حال كان هناك أي تطور، وشكرا للناطق الإعلامي نائب المراقب العام في جماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بن رشيد. كيف تنظر إلى قرار رفع الأسعار؟ صالح يقول الحكومة الأردنية تستفز المواطنين بقرارات يمكن أن تشعل الشارع الأردني من جديد، وأنس يقول مقاطعة للبنزين إلى إشعار آخر. طيب أنا بدي أرجع لك دكتور، وعذرني على المقاطعة، تفضل. العجز في الموازنة، كنت تتحدث عن الفائدة المرجوة من مثل هذا الرفع. تحدثنا حقيقة عن العجز، والعجز مسؤول عنه الحكومة وإدارة الموازنة والخزينة، وكان في هنالك دائما طرح لسندات خزينة، ودائما في مديونية عجز عم يزداد، في مديونية عم تزداد، وما كان في رؤية واضحة على المدى المتوسط أو البعيد إلى أين سنصل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه دائما كان العجز يسدد من جيوب المواطنين، هل من المعقول أن نستمر بهذا الأسلوب؟ هنالك وسائل أخرى، أنا أعتقد أن هنالك وسائل أخرى، وإذا كانت الحكومة لا تجد غير هذه الوسيلة فليست هي بالحكومة الجديرة بأن تحكم. طيب هنالك رح أسمع منك الوسائل الأخرى طالما أن هناك وسائل أخرى، لكن اسمح لي قبل ذلك دكتور خالد، الحديث أننا لن نمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة، رفعنا بنزين 95 قلنا ما بيمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة، رفعنا بنزين 90 ورجعنا رفعنا بنزين 90 واليوم صبنا كمان السولر، الطبقة المتوسطة والفقيرة والتعهد بعدم المساس بها، وذكر الشيخ زكي أيضا ممكن استمعت أنه مسسنا بهذه الطبقة بهذا الرفع، هل تتفق مع ذلك؟ يا سيدي نعم، لأنه اليوم إحنا كل ما يتعلق بتكاليف المعيشة اليومية للمواطن العادي أصبحت ممسوسة. اليوم نتحدث عن السولر، صحيح إحنا مش في فصل الشتاء أتحدث أنه هناك حاجة للسولر في التدفئة، وأنا أشير أيضا أنه في القريب العاجل يجب أنه يرفعوا الكاز عشان موضوع الخلط بين الكاز والسولر، بالتالي هي مقدمة لرفع أسعار الكاز في القريب العاجل. هناك مساس، لأنه بدي أشير حسب الأرقام الرسمية 50% من استهلاك الطاقة في الأردن فيما يتعلق بالمشتقات النفطية يأتي في السولر، في 4000 لاستخدام الطرق وما شابه، وفي بحدود 5000 طن بيستهلكهم الصناعات المختلفة. أنت لما بترفع الأسعار على هذه جميعا معناته وسائل النقل بدها ترتفع أسعارها، معناته أيضا الصناعات بدها ترفع أسعارها، وأيضا كل ما يتعلق بالإنتاج اليومي سيمس. إذن تكاليف المعيشة للمواطن ستتأثر. أخي محمد، بدي أشير أنه إحنا اليوم في المنطقة أصبحنا أعلى دولة سعرا فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، حتى لبنان اللي هي تكلفة المعيشة فيها أعلى من تكلفة المعيشة في الأردن أسعارها اليوم أقل من أسعار المملكة الأردنية الهاشمية. ولكن إذا حتى بدنا نقيس نفسنا بأوروبا، صحيح أنه يعني في أوروبا أسعار المشتقات
يمكن أزيد ب60% عن الأردن، لكن هناك شفافية واضحة أنه هذا كله عبارة عن ضرائب لها علاقة بتحسين البيئة ولها علاقة بالإنفاق على الطرق وما شابه، وليست لمعالجة عجز وخلل الموازنة العامة في الدولة. يعني أنت بتجد البنزين في والسولر، حتى لأنه هناك بيستعمل السولر في السيارات أيضا في المركبات، لكن نوع سولر مختلف أنقى بكثير من السولر الموجود عندنا. تجده بأنه حوالي أنا من أسبوع كنت في أوروبا تقريبا الأسبوع الفات، وجدته بيورو 700.7، لكن هذا الرقم مبني على أنه هناك ما يزيد عن 100% من الضرائب. بدي أذكر أيضا إذا ما زلنا ننعش الذاكرة، بال2008 لغاية منتصف 2008 لما كان البترول البرميل $147، وفي حينها بدي أذكر أن إحنا كنا في حكومة حررت الأسعار بالكامل وقالت أنه لا يوجد دعم الآن على المواد اللي هي خاصة البنزين. في ذلك الحين يا سيدي إحنا كنا ندفع على بنزين 95-86 قرش، تمام. اليوم ندفع دينار وشوي لما زادوا اليوم دينار لم تجري عليه دينار، زادوا 30 قرش التنكي. عم نحكي عن بنزين 95 95 رفع، لا رفع يا سيدي رفع، ال 95 رفع وال 90 رفع كلهم رفع، ولكن ال 95 رفع ب 1.5% فقط، فالناس لسه ما شعرت فيه. هلا انزل على الكازيات تجدوا انه اصبح بالتنكي بدل ما هي ب 20 دينار اصبحت ب 20 دينار و 30 قرش، نعم تمام. بينما كانت عند التحرير لما كان سعر البترول $147 للبرميل كنا ندفع 86 قرش وكان مش مدعوم. يعني اليوم انت بتتحدث لي عن ما يزيد عن 40% اليوم زيادة، انا اعتقد انها كلها ستذهب الى خزينة الدولة. مع قناعتنا انه هناك مشكلة بالخزينة، ويمكن الدكتور عاكف اراد ان يشير الى ذلك صراحة، في مشكلة الخزينة، الله يعين وزير المالية ان هذه موازنة بها عجز كبير. الحكومة خلال الثمان شهور اقترضت بحدود 525 مليون في الشهر الواحد، نصه تسديد لما سبق ونصه مديونية جديدة. لكن مرة اخرى لا يجب التركيز على مادة واحدة، مش لانه من السهل ارفع البنزين واحصل ايرادات اضافية يجب ان اركز على هذه المادة وبالتالي امس جيب المواطن بشكل دائم. يجب البحث عن وسائل اخرى ضمن موازنة الدولة لمعالجة هذا الخلل. تحدثت الحكومة عن برنامج اصلاح اقتصادي له علاقة بضريبة تصاعدية، له علاقة بتخفيض انفاق، له علاقة بكثير، ولكن لم نرى ما هو هذا البرنامج حتى اليوم. هذا احد اسرار الدولة باستثناء ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي من أنه الحكومة التزمت بتخفض العجز إلى 6% وأن الحكومة التزمت بأنه النمو يكون بحدود 3.5%، لكن هذه السياسات الانكماشية، لأنه أنا اليوم بزيد ضرائب، علينا أن نكون واضحين، هذه ليست فقط زيادة أسعار، هذه زيادة ضرائب، زيادة الضرائب معروفة، لكن مسسنا بالطبقتين المتوسطة طبعا بشكل والفقر. كبير يا بشكل كبير. طيب أنا راح أرجع لك دكتور عاكف وعارف حقيقة رأيك بالمعادلة بين أسعار النفط عالميا وأسعار النفط في الأردن، أسعار المشتقات النفطية، هل هي منطقية واقعية؟ لأن المواطن هاي نقطة بالنسبة له حساسة جدا، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا.